السلام عليكم طلاب، معكم زميلكم خالد وليد. راح نبدي نشرح محاضرات الباثولوجي، ونبدي باللكتر 1 اللي هو بعنوان Growth Adaptations. An organ is an homeostasis with the physiologic stress placed on it. يعني العضو الواحد هو بحالة اتزان مع الفيسيولوجيك ستريس، مع الضغط المسلط عليه. An increase, decrease or change in stress، يعني زيادة أو نقصان بالستريس المسلط على هذا الأورجن، can result growth adaptations، راح يسبب لنا growth adaptations. Adaptations، إيش هي الأدابتيشنز؟ Are reversible changes in the size, number or phenotype of the cells، هي تغيرات معكوسة بالحجم أو عدد أو نوعية أو شكل الخلايا. In response to the change in their environment، يعني بالاستجابة إلى التغيرات بالبيئة مالتهم، يعني من راح نسلط على فد ضغط على عضو معين مختلف عن الضغط العادي المسلط عليه دائما، هذا العضو راح يحاول يتكيف مع هذا الضغط المسلط عليه، أو الخلية هي نفسها راح تتكيف مع هذا الضغط المسلط عليها أو البيئة الجديدة اللي خليناها بيها. They include، ايش هي الجروث ادابتيشنز اللي عندنا؟ الهايبرتروفي، هايبربليجيا، اتروفي، ميتابليجيا. الهايبرتروفي هو زياده بالحجم، زياده بحجم الخليه. الهايبربليجيا حجم الخليه او النسيج. هايبربليجيا هي زياده بعدد الخلايا. اتروفي هو الاضمحلال. ميتابليجيا هي تغيير نوع الخليه، تغيير نوع الخليه. اتروفي هو الاضمحلال او الانكماء، اي الاضمحلال. Can occur in physiological and pathological circumstances، يعني هاي ال hypertrophy، hyperplasia، atrophy، metaplasia تحصل physiological and pathological، بحالات طبيعية وبحالات مرضية. pathological circumstances، hypertrophy and hyperplasia. An increase in stress leads to an increase in organ size، زيادة الستريس راح يؤدينا إلى increase in size organ، راح يزيدنا بحجم العضو نفسه، حجم العضو نفسه، زيادة بحجم العضو نفسه. زين هاي الزيادة بالحجم راح تصير عن طريق إيشني؟ increase in the size اللي هي الهايبرتروفي، عن طريق الهايبرتروفي زيادة حجم الخلية نفسها، خلية مع خلية، خلية مع خلية، يزيد حجم كلتهم. الأورجان بشكل عام أو بالمجمل راح يزيد حجمه. or in the number أو الهايبربليجيا of cells أو زيادة عدد الخلايا، يعني زيدنا عدد الخلايا، زادت عدد الخلايا. هاي الهايبرتروفي والهايبربليجيا زيادة حجم الخلية أو زيادة أعداد الخلية، اثنيناتهم راح يؤدوننا إلى الزيادة أو increase in organ size، راح تؤدينا إلى زيادة بحجم العضو حتى يتكيف مع الستريس الجديد اللي تسلط علينا. They usually occur together، غالبا ما يحدثون سوى الهايبرتروفي والهايبربليجيا، except for permanent tissues، ما عدا الأنسجة الدائمية اللي هي الكاردياك مصل، السكيليتال مصل اند نيرف. يعني الكاردياك مصل والسكيليتال مصل والنيرف تيشو او النسيج العصبي، هذول كلهم من راح يصير بيهم انكريز ان اورجان سايز، راح يصير بيهم زياده بالحجم ككل، ما راح يصير بيهم هايبربليزيا، ما راح يزيد عدد الخلايا، ما راح تنتج لنا خلايا جديده، لا راح يصير فقط هايبرتروفي، اندرجو هايبرتروفي اونلي، راح يصير عندنا زياده بحجم الخليه نفسها، زيادة بحجم الخلايا العضلية، زيادة بحجم خلايا القلب، زيادة بحجم النيرف، أوكي؟ ما راح يكون عندنا أكو هايبربليجيا زيادة بالعدد، لأن هذا إشنو نسيج دائمي، permanent tissue. الميكانيزم والآلية مع الهايبرتروفي، gene activation and protein synthesis. gene activation راح يتفعل عملية الريبليكيشن مع DNA، وبروتين synthesis راح يبدي تكوين البروتين. production of new organelles، تكوين العضيات الجديدة، هاي الهايبرتروفي، احنا من راح نكون بروتينات جديدة راح يزيد حجم الخلية، وكذلك الorganelles، new organelles راح تشغل حجم السيتوبلازم مع الخلية نفسها، راح يسبب لنا زيادة هايبرتروفي بالسيل نفسها، اوكي؟ مثل الميتوكوندريا، زيادة حجم عدد الميتوكوندريا بالخلية الوحدة راح يزيد من حجمه. الهايبربليجيا اللي هي زيادة بالعدد، proliferation of mature cells، proliferation of mature cells اللي هي تكاثر الماتشور سيلز، أو production of new cells from stem cells أو تنتج لنا أو خلايا جديدة بالكامل، خلية جديدة بالكامل من stem cells اللي هي الخلايا الجذعية.
اما تتكاثر عندنا الماتشور سيلز نفسها او تنتج لنا خلايا جديده من الستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه. Examples of physiologic hypertrophy. امثله على الفسيولوجيك هايبرتروفي، يعني هاي هايبرتروفي طبيعيه، زياده بالحجم طبيعيه بعد ما وصلنا للحالات الباثولوجيكال. هايبرتروفي اوف يوتراين سمود مسل فايبرز، زياده بالسمود مسل فايبرز باليوتراين مال الرحم، ريزلت ان ماسيف فيسيولوجيك جروث، زياده بالكتله اوف ذا يوترس ديورينج بريجننسي، يعني خلال فتره الحمل راح يكبر الرحم حتى يحتوي الجنين. اوكي، فهاي هايبرتروفي اليوتراين عيمر بحاله هايبرتروفي. أشن عرفنا أو أشنو هذا السلايد وهذا هذا اليوتراين الطبيعي، هذا اليوتراين بحالة البريجنانسي، مع العلم اثنين بنفس القوة أو الماغنيفيكيشن بالمايكروسكوب، بس نشوف زيادة الحجم مع الخلية نفسها. أوكي، فصار عندنا هايبرتروفي بالسموث مصل، هذول على نفس القوة اثنين مكبرين، بس نشوف بحاله البريجنسي تكبر ويصير هايبرتروفي بالسيلز بالسموث مسل فايبرز مال اليوتراين. ذا بولجينج مسلز اوف بودي بيلدرز، بحالات كمال الاجسام ولاعبين كمال الاجسام راح يصير عندهم هايبرتروفي نتيجه رفع الاثقال وهاي الاشياء كلها، راح يسوي عندهم هايبرتروفي بالسكيليتال مسل فايبرز. اكزامبل اوف باثولوجيك هايبرتروفي، الباثولوجيك او الحالات المرضيه بالهايبرتروفي، enlargement of the heart، تضخم القلب، in response to pressure overload، يعني يكون عندنا فد صعود بالضغط دائمي، او resulting from hypertension اللي هو ضغط الدم، او valvular disease او يكون عندنا فد مرض بالصمامات او مشاكل بالصمامات بالفتح والسد مالته، فراح يسبب لنا فد ستريس معين على الهارت، فبهالحاله راح تتضخم عضله القلب يصير بيها هايبرتروفي، وهذا هو ذا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، يعني نشوف انه فد مره متضخمه، وهاي الحاله باثولوجيكال طبعا، وهاي تحت المجهر همين على مستوى الانسجه. يعني اكزامبل اوف فيسيولوجيك هايبربلاجيا، الفسيولوجيك يعني زياده بالعدد الطبيعيه بالهايبربلاجيا او الفسيولوجيك هايبربلاجيا، بريست انلارجمنت ديورينج بريجننسي، يعني تضخم الثدي خلال فتره الحمل، ليفر ريجينريشن افتر بارشال هيباتكتومي، يعني من نقطع جزء من الكبد راح يرجع يكون جزء جديد او راح يرجع يعني يتجدد هذا الكبد نفسه، فهاي الحاله هي فسيولوجيك هايبربلاجيا. اما نجي على pathological hyperplasia، most forms of pathologic hyperplasia are caused by excessive or inappropriate النشاط المفرط او الغير صحيح actions of hormones، اي يعني غالبا تكون نتيجة النشاط مع الهرمونات المفرط مع الهرمونات، or growth factors او عمل نو acting or target cells على target cells نفسه، مثل endometrial hyperplasia او benign prostatic hyperplasia. Endometrial hyperplasia هي تضخم جدار الرحم خلال المنسترول سايكل، او البيناين بروستاتيك هايبربلازيا بالاولد مان تصير هاي الحاله اللي هو تضخم البروستات الحميد. اوكي، also hyperplasia is distinct from cancer، يعني الهايبربلازيا تختلف عن الكانسر، صح هي زياده بس تختلف عن الكانسر. Pathologic hyperplasia constitutes a fertile soil in which cancerous proliferations may eventually arise. يعني هاي ال pathologic hyperplasia التضخمات هذه مال اللي تحدث لل pathologic هي صح تختلف عن الكانسر بس fertile soil، يعني هي تكون أرض خصبة حتى يتطور لنا الكانسر واللي يحدث بالأخير، يعني الهايبر خلينا نقول بداية كانسر هذه. او فد ارض خصبه ممكن كلش وارد او احتماليه عاليه الكانسر يصير عندنا بهاي المنطقه اللي يصير بيها pathological hyperplasia. الاتروفي، اتروفي از ريدكشن ان ذا سايز، يعني هو اختزال بالحجم او اضمحلال بالحجم of an organ or tissue due to decrease in cell size، نتيجه يقل حجم الخليه نفسها and number. اوكي، يعني الاتروفي يشمل قله حجم الخليه وكذلك عددها. اوكي، examples of physiologic atrophy، الفسيولوجيك اتروفي اجمل الامثله مالته اللي هي طبيعيا
بحلال بالنسيج، بس طبيعيا يكون embryonal development, notochord or thyroglossal duct, uterus after parturition راح يرجع الحجم الطبيعي اليوترس بعد عملية الولادة، راح يصير بي atrophy. أما examples of pathological atrophy، أمثلة pathological atrophy: decreased workload, disuse atrophy، يعني مثلا عضلات من شخص يكون حركته خاملة أو ما يتحرك أو بحالة laziness دائمة، بهالحالة راح يصير عنده disuse atrophy، العضلات مالته راح تضمحل أو كلش يقل حجمه نتيجة عدم الاستخدام مالته. loss of innervation، يعني شوف المنطقة اللي خاصة بحالات الشلل المنطقة اللي ما يصلها innervation راح يصير بيها denervation atrophy، راح تضمحل أو كلش يصغر هذا العضو أو يصير بيه atrophy. diminish the blood supply، حالة الكرونيك ischemia المنطقة اللي ما يصل blood supply كذلك راح يصير بيها atrophy أو الاسكيميا نسميها احنا. inadequate nutrition حالات المرسمس اللي هو التغذية أو قلة التغذية الفرد منطقة معينة راح تسبب من الأتروفي. pressure enlarging benign tumor تضخم الورم الحميد can cause atrophy in the surrounding uninvolved tissues، يعني نتيجة الضغط على الخلايا المجاورة أو فد الأورغانز المجاورة راح يسبب لنا أتروفي بالخلايا المجاورة للمنطقة اللي عيصير بيها تيومر، عيصير بيها ورم. أوكي، او باعتبار انه هو this probably the result of ischemic change، يعني اشون ما راح يصل فد blood supply للمناطق المجاورة بس لهاي المنطقة اللي بيها التيومر، فراح يصير اتروفي من المناطق المجاورة وهاي المنطقة راح يصير بيها تيومر او ورم. اوكي، وضربنا مثال هنا الاتروفي اللي تصير بالold age، يعني مثل هذا الشخص اللي عمره 82 سنة راح يصير عنده أتروفي بالخلايا الدماغ، راح يقل حجم الدماغ مالته. أوكي، ميكانيزم أوف أتروفي، عشان تصير الأتروفي أو الميكانيزم مال الأتروفي. decrease in cell number occurs via apoptosis. decrease in cell number يعني أشياء راح يقل عدد الخلايا غير تختفي هي أصلا، فيصير عن طريق الأبوبتوسيس اللي راح ينشرها أعتقد بالمحاضرة الثالثة. الأبوبتوسيس اللي هو التدمير الذاتي الخلية أو انحلال الخلية الذاتي. decrease in cell size occurs أو يقل حجم الخلية نفسها، بهالحالة راح يقل حجم النسيج وهو الأتروفي. يعني أشون يقل حجم الخلية عن طريق شغلتين: ubiquitin proteosome degradation of the cytoskeleton. هذا اليوبيكوتين هو مثل أشون اكو فد عضيات محدده بالخليه نفسها، عضيات ما نحتاجها، يعني احنا مثلا عندنا عضلات هيكليه، هاي العضلات ما عم نستخدمها، ما نحتاج منها طاقه، ما تحتاج انه كثير طاقه اصلا، فايش نعمل؟ اكو مثلا ميتوكوندريا، فالخليه بها 10 ميتوكوندريا، احنا ما عم نستخدم منهم بس 2، فهذه الميكانيكيه اللي هي بيوبيكوتين بروتيوسوم ديجريديشن ايش راح يعمل؟ راح نفسه السيتوسكيلتون راح يخلي جزيئات من اليوبيكوتين على هاي الميتوكوندريا، فايش راح يصير؟ العضيات اللي هي مثلا الميتوكوندريا تاجد وذ يوبيكوتين ديسترويد باي ذا بروتيوسوم، راح يصير له تدمير بواسطه البروتيوسومز. اوكي، يعني هذا مثل الخدم انه هذا العضو او الاورجانيل او العضي داخل الخليه ما نحتاجه، فالبروتيوسومز راح تقوم بتدميره، فبهالحاله راح يصير انكماش بحجم الخليه نتيجة نقصان العضيات مالته. اوكي، وعندنا الاوتوفاجي او الابتلاع الذاتي شيء اسمه of cellular components للمحتويات الخلوية which involves generation of autophagic vacuoles that fuse with lysosomes. راح يصير autophagic vacuoles fuse، راح تندمج مع lysosomes اللي هي جسيمات الحالة whose hydrolytic enzymes break down cellular components، راح تهدمنا المحتويات الخلوية. نجي على الميتابليزيا اللي اعتقد اخر وحدة. A change in stress on an organ leads to reversible change in cell type. التغيير بالضغط المسلط على فد organ معين راح ينتج لنا تغيير بالسيل تايب مالته، يعني هنا اختلف عندنا نوع الضغط. اوكي،
فيختلف نوع الشيء اللي عايصير. راح ما راح يصير بيها هايبرتروفي او هايبربليجيا او اتروفي، لا راح يصير بيها ميتابليجيا اللي هي تتغير نوع الخليه بالكامل، اوكي، نتيجه الضغط المسلط عليها. فالضغط هو كيميائي يكون او ميكانيكي، اللي اخذناه اغلبه كان ميكانيكي، يعني مثل الهايبربليجيا والهايبرتروفي مثلا اخذناه بالسكليتال مسل، هذا ضغط ميكانيكي عايصير عليها ما عم نستخدمه وكذا، فايصير بيها هايبربليجيا او هايبرتروفي او اتروفي. بس هنا يتغير نوع الضغط، هسه نشوف اشنو اللي يتغير هنا، اللي عايصير ميتابليجيا اللي عتتغير نوع الخليه بالكامل اصلا. A change in stress on an organ leads to reversible change in cell type metaplasia, so that the metaplastic cells, الخلايا اللي تعاني ميتابليزيا راح نسميها الميتابلاستيك سيلز، are better able to handle the new stress. هاي الخلايا راح تقدر تقاوم النيو ستريس الصاير، يعني شلون راح تتكيف مع الستريس الجديد، راح تكون احسن من الخلايا اللي قبله. Most commonly involves change of one type of surface epithelium، يعني غالبا يصير تغير بنوع surface epithelium squamous columnar or urothelial to another، but also can occur in mesenchymal tissue، بالأنسجة الحشوية. The most common epithelial metaplasia is columnar to squamous، يعني أكثر نوع شائع من الميتابليزيا هي تحول النسيج من columnar إلى squamous. Examples of metaplasia، الأمثلة مالتها squamous metaplasia، chronic irritation of airways by smoking. chronic irritation يعني شلون التدخين المستمر او اثارة القصيبات الهوائية المستمر by smoking result in change of the bronchial lining، راح يسبب لنا ميتابليزيا او change بالبرونكيال lining from respiratory epithelium اللي هو يكون ciliated columnar epithelium with goblet cells، راح يصير إلى squamous epithelium، راح يتحول إلى squamous epithelium. يعني التدخين المستمر راح يحولنا respiratory epithelium من ciliated columnar epithelium with goblet cells to squamous epithelium اللي هو يقاوم هذا chronic irritation of airways by smoking، راح هذا راح يقاوم أحسن من ciliated columnar epithelium with goblet cells. عندنا البارت اسوفيغاس، حالة اسمها البارت اسوفيغاس. اسوفيغاس is normally lined by non-keratinized squamous epithelium suited to handle of friction of a food bolus. يعني ايش نوع الستريس اللي يصير بالمرء؟ هو الفريكشن، الاحتكاك مع الطعام بالجدران مع المرء الداخلية، اوكي؟ فنوع اللايننج epithelium مالته يكون non-keratinized squamous epithelium اللي هو يقاوم الاحتكاك. فالأسيد ريفلوكس، من عيصير أسيد ريفلوكس راح ترجع الحامض مع المعدة تصعد على المرأة، وهي الحالة pathological طبعا ما طبيعية، from the stomach causes metaplasia to non-ciliated mucin producing columnar cells، راح تحول نوع الابثيليوم مع الاسوفيغاس إلى non-ciliated mucin producing columnar cells، راح تنتج، راح يصير مثل اللي ينتج مخاط، غالبا هذول يكون عندهم فد بلغم وكذا وهاي سوالف كل، نتيجة تحول الابثيليوم non ciliated mucin producing columnar cells better able to handle the stress of acid. يعني هاي هذا النوع، هذا الابثيليوم اللي هو non ciliated mucin producing columnar cells راح تقاوم الحموضة مع المعدة او الحوامض اللي عايصر للفرق ريفلكس من المعدة، اوكي. هسه نجي على مايوسيتيز اوسيفيكانز اللي مثل التعظم، اوكي، تعظم بنفس العضله نفسها. This is the classical example of metaplasia، يعني هذا المثال الكلاسيك الميتابليزيا occurring in mesenchymal connective tissue، يحدث بالconnective tissue نفسه. The connective tissue within the muscle changes to bone during healing after trauma. اكو فتحالة معينة اللي هي اسمها المايوسيتيز اوف اوسيفيكانز، تحدث من نتعرض للتروما، صدمة معينة فد بالعضلات، يعني خاصة عضلات الليمس اللي هي الاطراف الايد او الرجل، راح يصير بيها حالة اسمها المايوسيتيز اوف اوسيفيكانز بالكونكتيف تيشو، راح يصير اكو تعظم بالعضلة نفسها، وهاي الحالة يعني باثولوجيك هاي، اوكي. فهذا مثال عليها انه راح يتغير نوع النسيج من اللي اسمه كونكتيف تيشو، راح يصير نسيج عظمي، اوكي، راح يصير بيه تعظم اوسيفيكان.
important notes regarding metaplasia. عندنا فد نوز معينة للميتابليزيا. ميتابليزيا occur via reprogramming of stem cells, إعادة برنامجة الخلايا الجذعية. ميتابليزيا تحدث نتيجة إعادة برنامجة الخلايا الجذعية نفسها, which then produce the new cell type, واللي راح تنتج لنا بعدين نوعية جديدة بالكامل من الخلايا. under persistent stress, تحت الضغط المستمر, ميتابليزيا can progress to dysplasia and eventually result in cancer. يعني تحت الضغط المستمر راح يصير لنا بالأخير سرطان, cancer. For example, Barrett's esophagus may progress to adenocarcinoma of the esophagus. يعني هاي الحالة اللي اسمها Barrett's esophagus اللي يتحول بيها من ال non-keratinized إلى ال mucin producing columnar cells راح تنتهي مع ال reflux المستمر على مدى طويل, راح يتحول إلى adenocarcinoma of the esophagus واللي هي cancer. وهاي كل اللي موجود بهاي المحاضرة. شكرا.